فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الخامس عشر في مباحث المعاني المتعلقة بأحكام القرآن الكريم، وهي كثيرة، منها العموم وهو أنواع. أحدها العموم المطلق، أي الذي لم يخصص بشيء ولم يرد به خصوص، ولم يرد به خصوص، بل هو باق على عمومه، وذلك نحو قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، وقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. ثانيها العام المخصوص بمخصص متصل أو منفصل، نحو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإنه مخصوص بالحامل فعدتها وضع الحمل، وبالأمة فعدتها قرآن. ونحو قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، فإنه مخصوص بقوله تعالى: إلا الذين عاهدتم. ثالثها العام الذي أريد به خاص، نحو قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الآية، فإن المراد بعموم الناس القائل خصوص شخص، وهو نعيم بن مسعود الثقفي. والناس الثاني أريد به أبو سفيان، ونحو قوله: أم يحسدون الناس الآية، فالمراد بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه لأنه جامع لجميع صفات الناس الحميدة. والنوع الأول حقيقة، والثاني والثالث مجازان. أحدهما قرينته لفظية، وهو العام المخصوص بخاص، فقرينته المخصص له. وثانيهما قرينته قد تكون لفظية، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، فإن قرينته لفظية لأن المراد نعيم بن مسعود المذكور، وإما عقلية كما في قوله تعالى: أم يحسدون الناس إلى آخره، فإن قرينته حالية والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من الدروس المتعلقة بعلم أصول التفسير، جعله مختصا بذكر طرف من مباحث المعاني المتعلقة بأحكام القرآن الكريم، أي بدلالات الألفاظ، فإن ألفاظ العربي موضوعة للدلالة على معان مقصودة عندهم، وهذه المعاني كثيرة كما ذكر المصنف، ومنها العموم، فإن العرب وضعت كلاما في لسانها للدلالة على العموم، والعموم هو المنسوب للعام، والعام هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، وهو أنواع كما ذكر المصنف وغيره. أحدها العموم المطلق، والمراد به العموم الذي لم يخصص بشيء أبدا ولم يرد به خصوص، فهو باق على عمومه، فلا لحقه تخصيص بمخصص متصل أو منفصل، ولا أريد به مع عمومه لفظا خاصا، بل هو باق على عمومه، كقوله تعالى: والله بكل شيء عليم. فإن كل لفظ موضوع في لسان العربي للدلالة على العموم، فهذه الآية دالة على عموم علم الله عز وجل بكل شيء، فإن الله بكل شيء عليم. وذكر المصنف منها قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وجعلها عامة بالنظر إلى ذرية آدم عليه الصلاة والسلام من الناس، فإن الله عز وجل خلق آدم وخلق منه زوجه، ثم تناسل الناس منهم، كما قال تعالى في صدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إلا أن هذا العموم فيه نظر،
فإن الناس اسم موضوع للدلالة على الإنس والجن، فإن الجن يسمون ناسا كما تسمى الإنس ناسا لوجود القدر المشترك من حقيقة الاسم وهو النوس، والمراد به الحركة والاضطراب. ومنه قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ورسالته صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن جميعا، فهو مبعوث إلى الثقلين. وحينئذ يكون هذا اللفظ في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة، من العموم الذي أريد به الخصوص، فإن المراد بالناس هنا بعض جنسه وهم الإنس دون الجن، فإن الجن لم يخلقوا من هذه النفس الواحدة. ثم ذكر النوع الثاني وهو العام المخصوص، أي الذي لحقه التخصيص ودخله، والتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، وهذا يكون بالمخصصات. والمخصصات نوعان: أحدهما المخصصات المتصلة، وهي التي لا تستقل بنفسها كالاستثناء مثلا، والثاني المخصصات المنفصلة، وهي التي تستقل بنفسها كتخصيص آية بآية أخرى أو آية بحديث أو غير ذلك. ومنه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإنه مخصوص بالحامل، فإن الآية عامة في المطلقة الحامل وغير الحامل، وخصت الحامل بأن أجلها إذا وضعت حملها، وبالأمة كذلك، فعدتها قرآن وليس ثلاثة قروء. ومنه قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإن هذا من العام المخصوص، فقد خصصه قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم، فمن بيننا وبينهم عهد لا يقاتلون إلا مع نبذ العهد إليهم. وثالث أنواعه العام الذي أريد به خاص، وهو لفظ عام لم ترد به حقيقته، وإنما أريد به شيء خاص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية. فإن المراد بعموم الناس خصوص شخص، وهو نعيم بن مسعود الثقفي، فإنه هو الذي قال لهم ما قال في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس. والناس الثاني أريد به أبو سفيان: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبو سفيان بن حرب، وكان رأس المشركين، وهذه الآية في حمراء الأسد التي وقعت بعد غزوة أحد. ومنه أيضا قوله تعالى: أم يحسدون الناس الآية، فالمراد بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه لأنه جامع لجميع صفات الناس الحميدة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فأكمل الناس في هذه الصفات الحميدة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نظر، فإنه لا يمتنع أن يكون حسدهم له صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن وهبه الله عز وجل الصفات الحميدة، إلا أن هذا أحد الأقوال المذكورة في الآية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والنوع الأول حقيقة، أي أن العام المطلق هو الحقيقة التي وضعت في لسان العرب، فإن كلمة كل وضعت للأفراد المستغرقة بدون حصر، وكذلك الدالة للجنس الداخلة على الإنسان في قوله تعالى: إن الإنسان، هي موضوعة في كلام العرب للدلالة على العموم. ثم قال: والثاني والثالث مجازان، ومراده بالثاني العام المخصوص، وبالثالث العام الذي أريد به خاص، مجازان أي عدل بهما عن حقيقة اللفظ التي وضعت في كلام العرب، فإن العموم وضعت له ألفاظ حقيقة في كلام العرب، وإذا تركت هذه الحقيقة
كترك العام المطلق إلى أن يكون عاما مخصصا أو عاما أريد به الخصوص، فحينئذ هما مجازان، والمجاز لا بد له من قرينة عند أرباب المعاني، وهذه القرينة قد تكون لفظية وقد تكون عقلية. ولذلك قال المصنف: أحدهما قرينته لفظية، أي القرينة التي دلت على نقله من الحقيقة إلى المجاز لفظية في الأول، وهو العام المخصوص بخاص، فقرينته المخصص له، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فهذا عام مخصوص، والقرينة الدالة على كونه مجازا هنا ذكر المخصص وهو الاستثناء. وثانيهما وهو العام الذي أريد به خاص، قد تكون قرينته لفظية وقد تكون عقلية. فمن الأول قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فإن قرينته لفظية لأن المراد نعيم بن مسعود المذكور، وإما عقلية كما في قوله تعالى: أم يحسدون الناس إلى آخره، فإن قرينته حالية يعني النظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبد الذي جمعت فيه صفات الإنسانية الكاملة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه الدلالة الحالية وهي دلالة عقلية دالة على أن قوله تعالى: أم يحسدون الناس، من العام الذي أريد به الخاص. ولا يقبل للإنسان فهم القرآن الكريم إلا بالعناية بدلالات الألفاظ، وهي مبحوثة عند الأصوليين ومبحوثة عند علماء البلاغة، وهذان العلمان من العلوم التي يقع الإهمال لهما مع شدة الحاجة إليهما في فهم كلام الله أو فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع الإنسان في الجهل بهما وقع في الغلط على الشريعة. فمثلا من الناس من يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تخرج الضعينة لا تخاف إلا الله أو الذئب، وغيرها من الألفاظ التي في هذا المعنى. فإن هذه الأحاديث يستدل بها بعض الناس على جواز سفر المرأة بدون محرم، لأن الضعينة اسم للمرأة التي تركب الناقة، فيقولون إن ذكرها دون ذكر محرم معها يدل على أن ذلك لا يمنع من سفر المرأة دون محرم، وهذا من جهلهم لقاعدة من القواعد التي ذكر جماعة من المحققين أنها مذهب الأئمة الأربعة، وهي الصحيح، وهو أن الاستدلال بالكلام في غير ما سيق له لا يصح. فهذه الأحاديث وما في معناها سيقت لبيان انتشار الطمأنينة وظهور الإسلام واتساع ملك المسلمين، ولم تسق للاستدلال بها على جواز سفر المرأة، والأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مانعة منها، فكيف تقام هذه الأحاديث التي سيقت في غير ما أريد له معارضة لتلك الأحاديث؟ فالجهل بهذه القاعدة نشأ منه الاستدلال بمثل هذه الأحاديث. وأما البلاغة فحدث عن قصور الناس في فهم كلام الله سبحانه وتعالى لجهلهم بعلم البلاغة، فلا تجد المرأة يعي علم المعاني ولا علم البيان ولا علم البديع، والعلمان الأولان أعلى وأحلى، فكيف يجد حلاوة القرآن وإدراك معانيه وهو لا يفهم كلام الله سبحانه وتعالى باعتبار القواعد البلاغية المعروفة عند العرب؟ والعرب في بلاغتها لا تزيد حرفا ولا تنقص حرفا إلا وله دلالة على أمر، والله سبحانه وتعالى مثلا في قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، كان كافيا أن يقول وأولئك المفلحون، لكن أدخل هذا الضمير هم للدلالة على تحقق صفة الفلاح فيهم وأنه لا يشاركهم أحد. وينبغي أن يجتهد طالب العلم في تحصيل مختصرين في هذين الفنين حتى يتسع له فهم كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الدرس 16 ما خصص من الكتاب بالسنة وما خصص من السنة بالكتاب. اعلم أن هذا يقال له مبحث تخصيص العام، وقد وردت في القرآن الكريم عمومات كثيرة ولها مخصص من السنة، وورد في السنة عمومات كثيرة ولها مخصص من القرآن الكريم، وهذا جائز عند جمهور العلماء كما هو مقرر في كتب الأصول. إذا عرفت ذلك فمما خص من القرآن الكريم بالسنة آية الربا، وهي قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، خصت بغير العرايا الواردة في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، والعرايا هو بيع تمر برطب فيما دون 5 أوسق. وكقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فإنه شامل لكل ميتة حتى السمك والجراد، ولكل دم حتى الكبد والطحال، لكنه مخصوص بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان الحديث. ومما خص من السنة الشريفة بالكتاب العزيز قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، رواه الحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه وصححه على شرط الشيخين، فإنه عام في كل من فصل من الحي فهو كميتة، لكنه خاص بغير الشعر والصوف بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، فإنه عام شامل لمن يعطي الجزية وغيره، لكنه مخصوص بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة للغني، رواه النسائي وغيره، فإنه شامل للعاملين وغيرهم، لكنه مخصوص بالآية بغير العاملين، فيجوز أن يكون العامل غنيا فيحل له أخذ الصدقة أي الزكاة لأنها أجرة له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر كاللاحق التابع المتعلق بما قبله، فإنه ترجم له بقوله ما خصص من الكتاب بالسنة وما خصص من السنة بالكتاب، وهذان النوعان من المخصصات المنفصلة، فإن المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه، فيكون معنى الترجمة أن تكون آية في القرآن تخصص بحديث، وحديث نبوي يخصص بآية من القرآن. والتخصيص كما سلف هو إخراج بعض أفراد العام، والخاص هو اللفظ الموضوعة هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد مع حصر، والفرد لا يراد به الواحد المنفرد بل جنسه، فلا يلزم أن يكون واحدا بل قد يكون جنسا يشمل أفرادا. وهذا المبحث كما قال المصنف يقال له مبحث تخصيص العام، وقد وردت في القرآن عمومات خصصت بالسنة، وردت في السنة عمومات خصصت بالقرآن، وهذا جائز عند جمهور العلماء كما هو مقرر في كتب أصول الفقه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة لذلك، فإن هذه الآية دالة على تحريم الربا، ومن الربا بيع التمر بالتمر كما في الصحيحين التمر بالتمر ربا الحديث، وخص من ذلك بيع العرايا كما في قوله صلى الله عليه وسلم أنه رخص في بيع العرايا، والعرايا بيع تمر بتمر، إلا أنها خصت من ذلك توسعة على المسلمين بشروطها، فهي بيع تمر برطب فيما دون 5 أوسق. ومن ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فإن الآية عامة في الدلالة على تحريم كل ميتة وكل دم، إلا أن السنة استثنت مخصصة السمك والجراد والكبد والطحال كما في حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، لكن رواه البيهقي
بسند صحيح من حديث ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان الحديث، وقول الصحابي أحل لنا أو حرم علينا هو مرفوع حكما، فيكون الحديث موقوف لفظا مرفوع حكما على الصحيح. ومن ذلك أيضا مما خص من السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، فهو ميت أي ما قطع، فالإبانة هي القطع، فما قطع من الحي فهو ميتة. وهذا الحديث قد رواه أبو داود وغيره من حديث أبي واقد الليثي ولا يصح، والرواية في هذا الباب ضعيفة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن على القول بثبوته فهو عام في كل من فصل من الحي، لكنه خاص بغير الشعر والصوف. والشعر فيه ضبطان، أحدهما التحريك بالفتح للعين والثاني السكون، والأفصح الفتح، فالضبط الذي في الكتاب ضبط بالفصيح وليس الأفصح، فالأفصح الشعر. والدال على تخصيص الشعر والصوف قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فهذه الآية دالة على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار ولو بجزها من الحي، لأن الآية سيقت مساق الامتنان، وما سيق مساق الامتنان فهو دال على الإباحة والحل، كما ذكره ابن القيم ومحمد الأمير الشنقيطي رحمهما الله تعالى، فتكون الآية مخصصة لحديث ما أبين من حي فهو ميت، فيكون المراد سوى شعر وصوف ووبر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث، فإن الناس لفظ عام شامل لمن يعطي الجزية وغيره، لكنه مخصوص بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فمن تؤخذ منه الجزية فإنه يكف عنه ويكتفى بالجزية منه، وهم اليهود والنصارى وألحق بهم المجوس في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر حديثا ختم به وهو حديث لا تحل الصدقة لغني، رواه النسائي وغيره وإسناده منقطع، لكن يروى من حديث جماعة من الصحابة يثبت الحديث من جهتهم. وهذا الحديث دال على العموم، فإنه يشمل الغني الذي يعمل عليها والذي لا يعمل عليها، لكنه مخصوص بالآية لغير العاملين، فإن آية التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين وذكر فيها والعاملين عليها، فيجوز أن يكون العامل غنيا، فإذا كان إنسان في عمالة الزكاة وهو غني حل له الأخذ من الزكاة لأنه عامل عليها وتكون بمنزلة الأجرة له. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.